عن أحد العلماء، وهذه مجموعة من القصص ليست كالقصص الخرافية أو الخرافية أو كقصص الألف ليلة وليلة، لا، هذه قصص من واقع الحياة. استقاغ هذا السيد الجليل وهذا النابغ المحقق من الفقهاء والعلماء والأساتذة والمؤمنين ومن هنا وهنا، وموجودة القصة موجودة في الكتاب هذا. يقول: عالما من العلماء خرج في يوم من الأيام من داره قاصدا الحوزة، مر في طريقي على جنازة محمولة. يقول: فإذا رأيت جنازة محمولة فأكو ناس تأخذهم الدفوة. قل: هذا كبير. لا، احنا بعدنا رياضي. ايش هو كبير؟ وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. ايه، يقول: فإذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك بعدها محمول. مشايخ، ما أروع هذا تشيع الموتى، فيه من الفوائد الجمة ما فيه. يكفي ورد في الروايات ذات الاعتبار: إذا وقف المؤمنون على جنازة أحدهم وقالوا: اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا، خاطبهم ربهم: أني قد أجزت شهادتكم في عبدي هذا فغفرت له ما لا تعلمون. أصلاً عيب على بعض الناس لما يدري أن هذه جنازة فقير من فقراء القرية، يقول: أنا شيء أرحل فقير. وعندما يكون غنياً ثريا من وجوه الثراء يروح يتراكضون، هذا عيب. مشى خلف الجنازة، يقول: رفع رأسه ورأى كلبا يتربع على صدر الميت. عجيب، ليس من العادات والتقاليد في هذا المصري وغيره، ربما في الهند ذات الثقافات ربما يكون، أن توضع الكلاب على صدور الموتى ما يصير. فواحد يمشي صوبه قال له: ألا ترى شيء على صدر الميت أو على صدر صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: لا. يقول: اتقوا فراسة المؤمن، فإن المؤمن ينظر بعين الله. يقول: وأقبلوا بالجنازة إلى القبر ووضعت على شفيره، وقام الكلب عن صدر صاحبهم وانحدر إلى اللحد، ووضعوا صاحبهم، أنزلوه وأشرجوا عليه اللبن وأغالوا التراب وانصرفوا. ففي الرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا انصرفت الناس عن القبر أو عن قبر أحد المؤمنين أو قبر أحد الناس، قالت الملائكة: ماذا قدم؟ وقالت الناس: ماذا أخر؟ يعني ماذا ترك من عقار وولد وأموال. هذا طلع من هذا الريف مالهم أو القرية هذه، وراح وين؟ راح إلى طهران، ودخل على السيد مرتضى بسنديدة. هذا كان من كبار علماء العرفان، وأخبره بالقضية. قال له: يا بني، ذاك عمله. ذاك ماذا؟ يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبل؟ يعرفني شخصه وأعرفه وأخبره بما فعل. وأنت يا حار إن تمت ترني فلا تخف عثرة ولا زللا. أسقيك من بارد على ظمأ تخالغ في الحلاوة العسلا. أقول للنار يوم تعرض للحشر: ذريه لا تقرب الرجلا، فإن له حبلا بحبل الوصي متصلا. فلذلك تشوفهم بعض آبائنا وأمهاتنا عند عسر الموت، وعندما يعني وعند سكرات الموت، يقول: يا حلال المشاكل، والله ومن تعبد ولا انت على ولايته. يحدثني من أثق من المؤمنين،
يقول أنا كنت جالس عند جدتنا الكبيرة المؤمنة العفيفة الشريفة التي تصلي الليل وتصوم رجب وشعبان ورمضان وتقرأ القرآن وتصلي، عابدة زايدة شريف، يقول قاعدين وياها، قالت حطوا على راسي شيء. هاكو إجا من الله إجا طالعون الباب، هاي يما ماكو حد جاي. قالت هاكو إجا علي. يقولك وأغمضت عيناها وفاضت روحها الشريف. زينب تقف في يوم كربلاء وتقول جداه صلى عليك مليك السماء، آدى حسينك بالعراء مقطوع الراس من القفا، تسفي عليه ريح السبا، فوا أسفاه عليك يا أبا عبد الله. ثم قالت أما فيكم مؤمن أو أما فيكم موحد أما فيكم مسلم يقوم ويواري هذه الجنازة وما بقي من الجنائز معها على الأرض؟ لأن الأمير الجيش وارى القتلى، وارى قتلى، وترك الحسين وأصحابه. فنذب عمر بن سعد رجالاً قائلا لهم لبوا نداء زينب الحمراء. قالوا بماذا أيها الأمير؟ أنغسل ونحنط ونكفن ونشيعه ونواري؟ قال بل تركب منكم عشرا ويلاه على عشر من بنات الأعوجية وتحام في الميدان وتطؤون بآيا صدر الحسين وظهره. يقول إمامنا الباقر وقد حضر واقعة كربلاء صغيرا له من العمر 4 سنوات، قال كنا في المخيم نسمع تكسر أضلاع جدي الحسين تحت حوافر الغيوم كما تتكسر القواري، ما من رجل مسلم يسوح سان بيا ويشيم ويدفن غريب الغادرية. إسلام ما عدكم يا شيعة آل سفيان، وما فيكم موحد يقوم يسوي إحسان ينغضب غمة ويدفن المذبوح عطشان، يدفن أولاده وأخوته وأخلى سويه، وش الفعل يا بن سعد اللي فعلته؟ خويا خويا ذبحته وعزوته وبيته حركته وجغزت موتاكم وابو سكنه تركته، جرذ من ثيابه وبالغبره رميه، بالعجل نادى بن سعد لب نداها
بالعجل نادى بن سعد لب نداها عشرة قم بالخيل والسكن بجاها وبالخيل نصب عيونها رضوا حماها وويلا فصل خرز ظهره حوافر لعوجية عشرة من الفرسان قامت ركبة الخيل وداست على صدر تربى بحجر جبري ورضت ضلوعا وفصلت تشلون تفصيل وشالوا براسه وظلت الجثة زينب تشوفه وللغري صدت تنادي ويلي 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 زينب تشوفه وللغري صدت تنادي انهض يا ابويا وشوف وش حالة تسنادي مرمي جنازة وداسي تخيل أعادي وراس معلقين براس السايا لعل هذا البيت يجبر مصاب العائلة الكريمة أنا ضيعني ابن أمي وخلاني غريبة لا أغل عندي ولا بلد يمي قريبة علي علي سمعني علي إش دعوة يا علي مطول الغيبة ما تنجف زينب ويا غايا عتب على الموت ولا عتب على المنية الموت قضاء الله وقدره أنا من أين أنا من أين أنا من أين وانت من أين يا بين يا بين يا بين أخذت أخوتي عباس وحسين أنا منين جتني كربلا من مثل العقيلة ما حد تمرمر من الناس في ساعة واحدة فارقوه حسين واحد بلا شفين والثاني بلا راس وراح السبية وروحها في الغاية يا
ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وولي الباقيات الصالحات. من اجتمعنا لسببه السعيد المتوفى جاء في الأرض عن جنبي، أصعد بروحي إليك، لقي من عندك مغفرة ورحمة ورضوانا، اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله وعقبه ومن فقده وعلينا في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. ادعوا له يا إخوة. اللهم ارحم غربته وآنس وحشته وسكن رواته وأنزل إليه رحمة من عندك واسعة يستغني بها عن رحمة من سواك إلى روحه. رحم الله من قرأ الفاتحة يا حي يا قيوم.